زي ما شفنا كده، مجموعه من اجمل واشرف رجال مصر رايحين في عمليه عسكريه ضد اسرائيل سنه 1969 لتدمير ناقلات الجنود البحريه بيت شفع وبيت يام، وتدمير الرصيف البحري لميناء ايلات. كانت نقطه انطلاق الابطال من القاعده البحريه في اسكندريه الى اقرب نقطه ممكنه على البحر الاحمر من ميناء ايلات علشان يغطسوا ويوصلوا الميناء وينفذوا العمليات المكلفين بيها من أعلى سلطة في مصر. بعد الوصول لنقطة التجمع المفروض قائد العملية ينتظر إشارة البدء في خطوات تنفيذ العملية أو الرجوع لمصر، وكانت الإشارة هي أغنية يبدأ بيها إرسال إذاعة صوت العرب بدلا من القرآن الكريم. المسؤول في الإذاعة تردد لما طلب منه ضابط المخابرات انه يذيع الاغنيه، لغايه ما جاله صوت جمال عبد الناصر شخصيا من خلال التليفون يطلب منه تنفيذ الامر. وبالفعل اتذاعت الاغنيه وبدا تنفيذ العمليه العظيمه اللي نفذها بنجاح ابطال مصر العظماء، أبطال عملية تدمير ميناء إيلات الإسرائيلي. كل ما يتذاع الفيلم في التلفزيون أقعد أتفرج عليه وما أقدرش أمنع دموعي، لكن في مرة خطر على بالي سؤال، يا ترى أغنية بين شطين ومية اللي اتذاعت كشفرة في الفيلم كانت هي الأغنية المتفق عليها فعلا، ولا دي أغنية اختارها كاتب الفيلم فايز غالي أو مخرجة الفيلم إنعام محمد علي المخرجة الكبيرة العظيمة؟